كما تعلم بعد الندوة الوطني للإنعاش الصناعي أسدى السيد رئيس الجمهورية محاربة تلك البيروقراطية، والحمد لله ما تم تجسيده فعلا ميدانيا من رفع هذه العراقيل على كافة الولايات وفي كامل مجالات القطاعات التي كانت تعرف عراقيل، مما سمح بخلق مناصب شغل أكثر من 34 ألف منصب شغل مباشر، ونحن نطمع إلى تحقيق 52 ألف منصب شغل إن شاء الله. هذه أولا. ثانيا إن شاء الله القانون الاستثمار الجديد الذي سوف يكون إن شاء الله المناقشة عن قريب، سوف تلاحظ سيد رئيس الجمهورية قانون أتى على أساس ما يعطي توازنات وأعطى الاهتمام أكثر وأكثر للمناطق الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير من تحفيزات في هذا الإطار، مما سيسمح بإنشاء مصانع إن شاء الله وكذلك استثمارات كبيرة.